السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة عالم سارة يوسف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير وعواشركم مباركة مسعودة. كنتمنى تدعموني باللايك ديالكم، تشتركوا في القناة إلى مازال ما اشتركتوا فيها، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. أما وصفة اليوم فهي حلوة ضمن حلويات العيد، وهي حلوة ديال دانون. كتجي لذيذة وهشيشة وكتذوب في الفم، وكتعطينا كمية كبيرة اللي نقدروا نشكلوا بها أشكال ونكهات مختلفة ومكونات بسيطه واقتصاديه. ما غنطولوش وندوزو ديريكت للمقادير وطريقه التحضير اللي غيكونوا في نفس الوقت باش ما يطولش الفيديو. اول حاجه غنحتاجو هنا الزبده، عندي 125 غرام. تقدروا تستعملوا زبده من اصل حيواني، يعني ديال العبار، ديال البواطه، ولا المارغارين. هنا انا استعملت 3، غير تكون بحراره المطبخ. غنضيف ليها السكر، عندي هنايا تقريبا واحد الكاس لاروب ديال السكر حبيبات، مع واحد القبيصه ديال الملحه باش نوازنوا الضغط. غنخدم الزبده مع السكر، ضروري نخدموا زبده وسكر في اي حلوه اللي فيها الزبده. غنضيف هنا سكر الفاني، ونحاول نخدم السكر والزبده، وغنضيف هنايا كاس لاروب ديال الزيت. وهنا غنخدم هاد ثلاثه المكونات مزيان مزيان حتى ما يبقاوش عندي قطع ديال الزبده. وغنجيب هنا نضيف ياغورت، تقدروا ديروا النكهه اللي بغيتوا. انا استعملت هنا الفاني باش يبقى عندنا المذاق محايد، اي نكهه نضيفو ما ياثرش عليها وما يطغاش عليها. صافي، غنخدم مزيان هاد المكونات، وغنبدا نضيف في الدقيق الابيض هنايا عابره 500 غرام ديال الفورس اللي يكون من نوعيه جيده، يعني ديال الحلويات. غير هو ما غنضيفهاش كامل، يمكن ضفت ما بين 450 حتى 460 غرام ديال الدقيق الابيض. وحتى هنا يعني فاش نجمع العجين ما غنضيفش هذيك الكميه كامله، غنضيف ولكن ناقصه بحد 4 المعالق باش ملي نضيف الاضافات في كل قسم عاد باش نكمل داك الدقيق اللي خاص. الا خصني غنزيد دقيق، ما خصنيش ما غنزيدش. وهنا غنضيف خماره قيمه 8 غرام، ونجمع العجين بالدقيق حتى تولي عندي عجينه رطبه. نجمعو غير بالاصابع من الكوش العجين باش ما تقطعش لينا في الطياب. ها هي هنايا راه باقا رخوه واحد شيء، يعني شيئا ما. غنجيب نقسمها، تقدروا تقسموها للعدد اللي بغيتوا. انا هنا قسمتها لثلاثه ديال الاقسام، كل قسم نضيف ليه نكهه. بالنسبه للقسم الاول غنضيف ليه فلون بنكهه الكراميل، تقدروا تستعملوا النكهه اللي بغيتوا. هانتوما تشوفوا راه مازال رطبه، غنضيف ليها واحد القليل من الفورس لان داك الاضافات حتى هما تيقصحوا العجينه. اللهم نديروها ناقصه دقيق، نضيفوا داك الاضافه ونزيدوا غير شويه ديال الدقيق حتى نوصلوا للقوام اللي بغينا. القوام هو انها تبقى رطبه ونقدروا نشكلوا منها كره. ها نتوما تتشوفوا. بالنسبه للشكل الثاني غنضيف جوج معالق ديال الشكلاط فيرميسيل، وغنحاول حتى هو ندخلو في العجين، وغنضيف شويه ديال الدقيق ماشي بزاف لانها مازال رطبه. وكيف ما تنقول ما ندلكوش، غير نجمعو باطراف الاصابع. وغندوزو للشكل الثالث، هنا غنضيف معلقه ديال الكاكاو المر. هنا الكاكاو راه كيدير الدور ديال الدقيق، يعني ما نضيفوش، نحاولوا ما نضيفوش الدقيق مازال الا لحسينا بها انها محتاجه الدقيق. ندخلو مزيان في العجين. ها هو من بعد غندوزو دابا للتشكيل، غناخدو الشكل اللي ضفنا ليه الفيرميسيل، غنشكلو كرة ونحاولو نردوها بحال حريبي صغير ونضغطو عليه بحال هكا غير شوية. وغنجيبو السكين بالجهة ماشي الماضية، الجهة الأخرى، وغنشكلو هكا خطوط متوازية، ونعاودو نشكلو خطوط متعاكسة اللي تا هما غيكونو متوازية، وهكا كيعطينا شكل زوين. كيف ما غتشوفو معايا انا هاد الحلوه ما يعني ما استعملت فيها لا طابع لا والو. هنايا غنديرهم في لاطا اللي فرشت ليها ورق الطبخ، ولا ندهنوها بالزيت. غنعاودو نشكلو واحده اخرى. هنا بالنسبه لهاد الحلوه درت فيها تقريبا واحد 12 غرام، حقاش مازال كيتضاعف الحجم ديالها لان فيها الخميره. غنشكل حربون، نضغط عليه شويه ونشكل خطوط متوازيه وخطوط
متعاكسه بحال هكا، يعني طريقه ساهله وتيجي المنظر ديالها زوين. هنا صافي ملي كملتهم ندخلهم في الفران على درجه 180 درجه، يطيبوا من التحت ونطلعهم ياخذوا اللون الذهبي من فوق ونخرجوهم. بالنسبه للشكل الثاني غنشكل كرات عاديه اللي يكون ما فايتش 12 غرام، لان مازال غيضاعف الحجم ديالهم، وحتى هما غنديرهم في اللاطه وندخلهم الفران على 180 درجه يتحمروا من التحت وتاني يتحمروا من الفوق، ما نخليهمش بزاف باش ما يقصاحوش من بعد. وبالنسبه للشكل الثالث هذا اللي ضفنا ليه الفلون فاني، هذا غنشكل منه جوج شكيلات. غناخذ شويه العجين نحاول نشكل حبو الكبير، غير هو يكون رقيق لان كنأكد على القضيه، لان مازال الحلوه تتنفخ في الطياب كيتضاعف الحجم ديالها. لما نديروه رقيق نقسموه باش ما يعذبناش في الخدمه، ونحاولوا نقادوا الجوانب ونبسطوه حتى من الفوق، ونجيبو موس ونقطعو قطع على حسب الحجم اللي بغينا. وهذاك اللي غنقطعو في الاول هو اللي غنعبرو به باقي القطع. صافي غنستمر هكا حتى نكمل كميه العجين اللي بغيت نخصص لهذا الشكل، وحتى هو غنديرو في لاطا اللي مفرش لها ورق الطبخ. الا بان لي شي واحد كبر من الاخر نقصو. ها هو من بعد ما شكلت هاد العدد ما درتوش كتير، وغنشكل هنايا شكل اخر، غنشكل كره وغندير فيها حفره في الوسط، كيجي المنظر ديالها زوين. هذه ديجا درتها نيت داك العام بهاد الحلوه ديال دانون، كتجي لذيذه وشكل ديالها زوين. صافي حتى هي نحطها في لاطا وغندخلهم في الفران كيف ما قلت 180 درجه، ما نخليهمش بزاف في الفران باش ما يقطعوش لينا من بعد. بالنسبه لهذا الشكل غنزينوه بهذه الطريقه، هانتوما تشوفوه محمر من التحت وخايد اللون الذهبي من الفوق. غنجيب هنايا الكوفيتير ولا المربى ديال الحلويات اللي كيكون جاري، وغنجيب واحد الشيته ونحاول ندهن الحلوه من الجوانب، وغندوزها في الكوك ولا جوز الهند. بهذه الطريقه وديك الحفره اللي في الوسط نقدروا نديروا فيها الشكلاط ولا نديروا فيها كوفيتير. هنا هي استعملت الكوفيتير ديال الفريز. صافي ونحاول نعمرها، وهكا كيجي الشكل ديالها زوين. غنعاود وحده اخرى، ديما ندهنوا بالكوفيتير ولا العسل ولا الناباج اللي توفر عندكم، وندوزو في الكوك وديك الحفيره نعمروها باش ما بغينا كراميل ولا بالكوفيتير ولا شكلاط اللي بغينا. بالنسبه للشكل الثاني عندي هنايا شكلاط بيض مذوب، تقدروا ديروا الشكلاط الاسود حتى هو. غنضيف ليه كاوكاو كونكاسي اللي محمر ولا اللوز كونكاسي اللي توفر عندكم. ملي كنخرج الحلوه وكنطفي الفران كنخشي شويه هكا ديال الكاوكاو كونكاسي كيتحمر ليا وكنخرجو. وغنجيب هذا الشكل هذا اللي صوبناه على شكل حريبلات وغندوزو في داك الشكلاط، نحاول ندورو مزيان داك الشكلاط تيتغلف ليا كله. وغنجيب هكا شي فورشيط ونكون موجده فاش غنحطو، يا شبيكه ولا هكا لاطا درت فيها ورق الطبخ هنايا داك اللي طيبت فيه قلبته وما نضيعوش. وغنحط فيه الحلوه ونخليه حتى يبرد الشكلاط هذا باش نحيدو. بالنسبه للشكل الثالث غنصايب واحد الكلاصاج كيجي زوين. غندير هنايا واحد 3 المعالق ديال الكوفيتير ديال الحلوه، الا كنتو غديروا كميه اكبر من طبيعه الحال غتزيدوا من الكوفيتير. غنزيد لي شويه ديال الماء ديال الزهر، تقدروا تعوضوه بالماء العادي ولا بعصير البرتقال. وغنضيف ليه جوج معالق ديال السكر حبيبات، ما يكونوش عامرين بزاف هكا باش يجينا معلك داك الكلاصاج، ومعلقه ديال الكاكاو المر. غنخلط هادشي ونديرو فوق البوطه يغلي مزيان واحد 7 دقائق. هنا راه ما بقاش يبان، هذا راه الكاكاو اللي دار هاد اللون. كيف ما قلت غنديرو فوق البوطه حتى يغلي مزيان واحد 7 دقائق عاد باش نحيدوه باش يكون داك الماء ديال الزهر تبخر.
بالنسبه لفاش نفندو الحلوه، غنجيب هنايا شويه ديال الكوك اللي غنضيف ليه معلقه ديال الكاكاو، ونحاول نحكم مزيان مع داك الكاكاو باش داك الكوك يولي ليا في اللون الاسود، وغنضيف ليه معلقه كبيره ولا جوج ديال الفيرميسيل وغنخلط. هادو هما المكونات اللي غنصايبو بهم هاد الحلوه اللي درنا ليها الكاكاو. غنجيب الكرات هانتوما كتشوفو راه كيضاعف الحجم ديالهم، غندوزو في الكلاصاج وغنفندو في داك الكوك والكاكاو والفيرميسيل حتى هاد الحلوه كيجي الشكل ديالها زوين، واكيد المذاق حتى هو. غنكمل بحال هكا حتى نكمل جميع الكرات اللي عندي، وتقدروا هاد الشكل ديال الكرات الكحلين حتى هما دير لهم داك الشكلاط ابيض مع الكاوكاو كونكاسي حتى هو غيجي المذاق ديالو زوين. وهكذا كتجي الحليوه ديالي. هذه راه ماشي هي الكميه الكامله، انا حطيت غير شويه في التبصيل باش ناخذ الصوره الاخيره ونوريكم ها هو الشكل ديال هذا اللي درناه بنكهه الكراميل واللي ذوقناه بالكوك وشويه الكونفيتور، هذا اللي درنا فيه الشكلاط فيرميسيل، وهذا اللي فندناه في الشكلاط والكاوكاو كونكاسي، وهذا الشكل الاخر اللي درناه بالكلاصاج وفندناه في الكوك والكاكاو والفيرميسيل. كيجي ولداد وهشاش، نتمنى يعجبوكم وتجربوهم. هنايا بقاو لي كرات كحلين ودوزتهم في الكلاصاج اللي بقى ليا، يعني حتى حاجه ما غنضيعوها. يعني هنايا غير افكار تقدروا نتوما اللي تطوروها وديروا الشكيلات ديالكم. ما تنساوش ديروا جيم فيديو، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، والى فيديو لاحق ان شاء الله. شكرا لكم.